السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم دكتورة سمر إبراهيم محمود عامر، استشاري الرعاية المركزة ومدرب الزمالة المصرية. بشرح لحضراتكم مادة مبادئ أساسيات الكارديو ثوراسيك، Principles of Cardio Thoracic Care، أساسيات رعاية الصدر والقلب. وكنت شرحت لحضراتكم شابتر 1 بارت 1 وبارت 2، النهاردة بإذن الله هبدأ بارت 3 شابتر 1. بارت 3 في شابتر 1 بالكيميكال ريجوليتورز اوف ذا هارت. ومقصود بالكيميكال ريجوليتورز اوف ذا هارت العناصر الكيميائيه اللي تتحكم في ضربات القلب. طبعا احنا جسمنا القلب بتاعنا بيضرب بصوره تلقائيه، لكن في بعض الحاجات بتتحكم في ضربات القلب، يا اما بتسرعه يا اما بتبطئه. الحاجات اللي بتبطئ في ضربات القلب هي عناصر كيميائيه الجسم بيفرزها، هي اللي بتتحكم في ضربات القلب. هذه العناصر الكيميائيه يا اما تكون هرمونز زي الثيرويد هرمونز او زي الابينفرين والنور ابينفرين، ديت هرمونات الجسم بيطلعها بتتحكم في ضربات القلب، او مواد كيميائيه الجسم بيطلعها بتتحكم في ضربات القلب. يبقى مين هي العناصر الكيميائيه التي تتحكم في ضربات القلب؟ اللي هي الكيميكال، العناصر الكيميائيه تتحكم في ضربات القلب، تنقسم لقسمين، الهرمونز والايونز. الهرمونز اللي هم زي الثيرويد هرمون والابينفرين والنور ابينفرين، والثيرويد هرمون طبعا بيطلع من الثيرويد جلاند، والابينفرين والنور ابينفرين بيطلع من الادرينال جلاند. والادرينال جلاند اللي هي الغدد اللي هي الغدد الفوق السوبرارينال جلاند او الادرينال اللي هي الغدد الفوق كلوية. الايونز اللي هي بعض المركبات الكيميائيه، الايونز اللي بتتحكم في ضربات جسم الانسان، بتتحكم في ضربات قلب الانسان، اهمها البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم. يبقى اول حاجه الايونز بتتحكم في ضربات القلب، البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم. لو احنا تكلمنا على الكالسيوم، الكالسيوم ليفلز، الكالسيوم بيزود ضربات القلب وبيقوي ضربه القلب. يبقى الكالسيوم increase the heart rate، بيزود الضربه وبيقوي الضربه، strength، بيخلي الضربه بصوره قويه. الصوديوم عكس الكالسيوم، الصوديوم بيبلوك، بيوقف فعل الكالسيوم على عضله القلب. يبقى هنا اهو الصوديوم والبوتاسيوم عكس الكالسيوم. الكالسيوم لو كان الكالسيوم بيزود ضربات القلب وبيزود القوه بتاعه ضربه القلب، فالكالسيوم فالصوديوم والبوتاسيوم بيعملوا عكس الموضوع ده، بيبلوك الكالسيوم، بيمنعوا او بيضادوا عمل الكالسيوم على القلب، وبالتالي بيقللوا ضربات القلب ويضعفوا ضربه القلب. طيب يبقى هنا قلنا اللي بيتحكموا في القلب عندنا في الكيميكال ريسبتورز. الكيميكال ريسبتورز هي العناصر الكيميائيه اللي تتحكم في ضربات القلب، والعناصر الكيميائيه دي اما تكون هرمونز او ايونز. تاني حاجه ايه اللي بيتحكم فيه القلب؟ البارو ريسبتورز. يعني ايه البارو ريسبتورز؟ كلمه بارو، البارو هنا المقصود بيها البريشر، كلمة بارو بريشر، يعني هي مستقبلات بتليها بتتأثر بالضغط في الأوعية الدموية، وحسب نتيجة تأثرها بالضغط الدم داخل الأوعية الدموية بتبدأ بتتحكم في ضربات القلب. يبقى البارو مقصود بيها البريشر، وريسبتور المستقبلات هي مستقبلات في جسم الإنسان ليها القدرة على الإحساس بالضغط داخل الأوعية الدموية، وبناء عليه بتبعت اشارات الى القلب بانها بتزود ضربه القلب او بتقلل ضربه القلب. فبالتالي لو انا قلت لحضرتك ان البارو هي مستقبلات بتحس بالضغط جوه الاوعيه الدمويه، اذا فموقعها اكيد داخل الاوعيه الدمويه. يبقى البارو ريسبتورز هي سبيشاليز ميكانيكال، ميكانيكال يعني هي بتحس بالقوه الميكانيكيه اللي هو قوه الضغط موجوده في الفيسل. ايه اكبر فيسل ممكن تبقى موجوده فيه؟ موجوده اللي هو اتنين فيسلز كبار او موجودين فيه اللي هما الكاروتيد والاورتيك عشان تقدر تحس بيها. يبقى كلمه بارو يا جماعه مقصود بيها اوعيه دمويه بتحس بالبريشر اللي جوه الاوعيه الدمويه. كلمه بريشر في اوعيه دمويه فمكانها اكيد في اوعيه دمويه. انهي وعاء دموي موجود على اكبر وعاءين دمويين في جسم الانسان؟ ايه اكبر شريانين في جسم الانسان؟ الكاروتيد ارتري والاورتيك ارش. طيب فيها بتتحكم في البريشر، وبناء عليه بترسل اشارات الى القلب، وبالتالي بنقدر نقول ان هذه الاشارات يا اما بتكون اشارات بالنهايه بتهدي ضربات القلب طيب يبقى هي انا قلت لحضراتكم البارو ريسبتورز دي هي موجوده في الكاروتيد ساينس والاورتيك ارش، في اكبر وعاءين دمويين اللي هو الكاروتيد والاورتيك. هي بتنقسم الى اتنين سنترز، هي بتنقسم الى حضراتكم، هي عرفنا ان هي مستقبلات فبتبعت اشارات
للقلب بتتحكم فيه. طيب مين اللي بيتحكم في القلب؟ بص حضرتك انا هشرح لحضراتكم الموضوع سيمبلي بجسمنا. جسمنا فيه مستقبلات معينه، المستقبلات مثلا اللي في ايدي اللي هي مستقبلات الحراره، بتحس بالحراره، يعني لو حست ان حاجه سخنه بتبعت اشارات لمين؟ للجهاز العصبي اللي في مخي، بتقول لي ابعد ايدك عن الحاجه السخنه. نفس الكلام في جسمنا في المخ فيه مستقبلات اللي هي الباروريسبتورز، بتحس بحاجه معينه، الحاجه المعينه دي مين؟ الضغط جوه الاوعيه الدمويه، فبتبعت اشارات. بدل ما ببعت اشارات، هي حضرتك نفس الفكره، في جسم حضرتك فيه مستقبلات بتحس باحساس معين، فبتبعت اشارات للمخ، بناء عليه المخ بيبعت نوع من الاستجابه. مستقبلات في ايد حضرتك بتحس باحساس الحراره، بتبعت اشارات للمخ، فالمخ بيبعت استجابه ان هو بيبعت ايدك. نفس الكلام في القلب، في مستقبلات اللي هي البارو ريسبتورز، بتبعت اشارات للمخ بتاع القلب. انا قلت لحضرتك المخ بتاع القلب اللي هو ايه؟ النيرفوس سيستم، اللي هو الاوتونوميك، واللي هو الاوتونوميك نيرفوس سيستم، اللي هو السمباثيك والباراسمباثيك، وبناء عليه القلب بيبدا بيتحكم، بيبدا استجابه، وهاستجابه القلب يا اما تكون بزياده ضربات القلب وانتهاء ضربات او ببطء ضربات القلب. اذا فانا لو قلت لحضرتك ان البارو ريسبتورز بتبعت اشارات للنيرفوس سيستم بتاع القلب، يبقى ده كلام منطقي، اكيد كلام منطقي، وبناء عليه النيرفوس سيستم بتاع القلب بيستجيب بان هو بيزود ضربات القلب او بينقص ضربات القلب، زي بالظبط اللي بيحصل في جسم حضرتك. المستقبلات بتبعت اشارات للمخ، والمخ بيبعت استجابه. نفس الكلام المستقبلات البارو ريسبتورز اللي في القلب بتبعت اشارات للمخ بتاع القلب اللي هو النيرفوس سيستم بتاع القلب، سواء باراسمباثيك او باراسمباثيك، وبناء عليه الجهاز العصبي بتاع القلب او النيرفوس سيستم بتاع القلب بيبعت نوع معين من الاستجابه. وبالتالي البارو ريسبتورز دي اكيد ليها كونكشن بالسمباثيك والباراسمباثيك نيرفوس سيستم. الكونكشن بتاعها بالباراسمباثيك نيرفوس سيستم اسمه الكارديو انهيباتوري سنتر. يبقى هنا هو البارو ريسبتور فيها كارديو انهيباتوري سنترز اللي هي بتكنترول او بتسند امبولس للباراسمباثيك نيرفوس سيستم، وبترسل وليها نيورو ترانسميتر اللي هو ماده كيميائيه اسمها الاسيتايل كولين. طيب وليها علاقه بالسمباثيك نيرفوس سيستم، وليها علاقه بالسمباثيك نيرفوس سيستم اللي هو عن طريق الفازو موتور سنتر. والفازو موتور سنتر ده بينقسم الى البريسور اريا والديبريسور اريا. البريسور اريا بتبعت اشارات للسمباثيك نيرفوس سيستم، والديبريسور اريا بتقلل الاشارات الى البريسور اريا، يعني هما اتنين. يبقى الفازو موتور سنترز في جزئين، بريسور اريا وديبريسور اريا. البريسور اريا دي ان هي بتبعت اشارات للسمباثيك نيرفوس سيستم، والديبريسور اريا بتقلل الاشارات بتاعه البريسور اريا. حتى جايه من ديبريشن، ديبريشن يعني بيقلل، خلاص ديبريشن يعني بيقلل، فالديبريشن هي بتقلل اللي هي بتريديوس، هي ديبريشن يعني بيقلل اللي هي بتريديوس الامبلس الى البريسور اريا. اذا فانا عند حضرتك في حضرتك عندك مستقبلات، المستقبلات دي بتبعت اشارات لمخ حضرتك، مستقبلات مثلا الحراره، بتحس بالحراره، بتبعت اشارات لمخ حضرتك، حضرتك بيبعت ايد مخ حضرتك بيبعت استجابه في انفورم اوف انك تبعت ايد حضرتك. نفس الحكايه في القلب، مستقبلات اللي هي البارو ريسبتورز بتبعت اشارات للمخ بتاع القلب، المخ بتاع القلب اللي هو النيرفوس سيستم بتاع الهارت اللي هو السمباثيك والباراسمباثيك. فالنيرفوس سيستم بتاع الهارت بيبعت نوع من الاستجابه ان هي بزود ضربات القلب او بقلل ضربات القلب. عشان حضرتك تعرف ما معنى الفرق بين النيرفوس سيستم بتاع الهارت وما بين البريشر اريا والديبريشر اريا والكونكشنز بتاعتها بتاعت القلب. طيب ايه هي الحاجات الثانيه اللي بتتحكمني في القلب؟ في حاجات ثانيه ممكن تتحكم في ضربات القلب اللي هي الاذر ريجوليتورز اوف ذا هارت والاذر ريجوليتورز اوف ذا هارت. طبعا البادي تمبريتشر حاجه ثانيه بتنظم القلب، اللي هي درجه الحراره، ودرجه الحراره بتعمل ايه؟ بتوسع الشرايين، وبالتالي التمبريتشر جوز اب. طبعا وين ذا بادي تمبريتشر جوز اب، لما الحراره بتزيد او درجه حراره حضرتك بتزيد الفيسلز بتدايريت. وحضرتك ده بنشوفها في اوقات الحر، اول ما الدنيا تحرر تلاقي وش حضرتك بيحمر. ليه وشك بيحمر؟ في لما جوه بيحرر، عشان الحراره اللي في حد ذاتها بتعمل فازو دايلاتيشن للفيسل اللي موجوده في وش حضرتك، فبالتالي وش حضرتك بيبدا يحمر. فاعرف على طول ان التمبريتشر ارتفاع درجه الحراره بيعمل فازو دايلاتيشن.
لما الحراره بتقل حضرتك اعرف ايدك لما بتكون ساقعه قوي بتبقى ايدك مبيضه كده ليه؟ لان ايد بتبقى بيضه وبهتانه. ليه يا جماعه؟ لان نقص درجه الحراره بيعمل فازو كونستريكشن، انخفاض في درجه الحراره بيقلل المعدلات ضربه الضربات القلب. يبقى انا لو قلت لحضرتك ان ديكريز التمبريتشر بتلور الهارت ريت وانكريز التمبريتشر بتدايليت البلاد فيسل، ولو قلت لحضرتك لو الحراره نزلت قوي، لو انا قلت الحراره نزلت قوي يعني الحراره لو نزلت وزن ليميتس معينه الهارت ريت بتاع حضرتك بيبدا بيقل. طب لو نزلت قوي الهارت ريت بيبدا يعلى ككومبنساتوري ميكانيزم. ده نزلت قوي يعني عارفين يا جماعه نبدا لزاد عن حد ونقل ضده، هي نفس الفكره. الحراره نزلت في الليميت المعتاده ضربات قلب حضرتك بتبدا تقل. طب لو نزلت قوي بنقلب ضده بتبدا ضربات قلبك بتعلى. ليه؟ عشان بتراينج تو وورمنج اب، عشان كمحاوله لتدفئه الجسم. طيب اخر حاجه في الحاجات اللي بتنظم ضربات القلب وهي الفلويد اللي هو السوائل في جسمنا. الديهايدريشن الجفاف او نقص السوائل في جسمنا بيسبب كوز كونستريكشن اوف ذا كورونري ارتري، بيسبب فازو كونستريكشن في الشرايين التاجيه، والهارت بيجنز تو بيت فاستر، وبيزود بيسرع ضربات القلب. يبقى الديهايدريشن الجفاف بيعمل حاجتين، بيعمل ايه؟ بيعمل كونستريكشن، بيعمل فازو كونستريكشن، بيقفل الشرايين التاجيه وبيسرع ضربات القلب. طيب انا كده حضراتكم احنا قلنا ان الجزء بتاعنا اسمه كارديو فاسكولار سيستم. انا اتكلمت على الكاردياك، الكاردياك اللي هي الهارت، ناقص ان انا اتكلم على الفيسل بلاد فيسل عشان اكلم كارديو فاسكولار. اتكلمنا عن القلب خلاص، ناقص الفاسكولار سيستم اللي حتى انا كاتبه حضرتك جنب كلمه البلاد فيسل فاسكولار سيستم. لو قلنا انواع الاوعيه الدمويه اللي في جسمنا، في ثلاث اوعيه دمويه في جسمنا اللي هي الارتري الاورده، وقلنا الشرايين، وقلنا ان الشرايين بتحمل الاكسجينيت بلاد. تاني حاجه الكابيلاري، الكابيلاري اللي هي الوصله ما بين نهايات الشرايين ونهايات الاورده، المقصود بها الاكستشينج اللي بيحصل، المقصود بها الاوعيه الدمويه، الكابيلاري المقصود بها الشعيرات الدمويه اللي بيحصل فيها الاكستشينج اللي هو عمليه تبادل الغذاء والاكسجين للانسجه واخذ ثاني اكسيد الكربون وويست بتاع الباص بيوصل للفينس. واخر وعاء دموي مقصود بيها اللي هو الفينس اللي هو بيحمل الدي اكسجين البلاد او بيحمل الدم الغير معاكسه. طيب البلاد فيسل، اي بلاد فيسل في جسمنا بيتكون من ثلاث طبقات زي ما قلت لك لحضرتك ان جدار القلب ثلاث طبقات، فالبلاد فيسل ثلاث طبقات. الطبقه الداخليه اسمها التونيكا انتما اللي هي الاندوثيليوم سيل، اللي هي الطبقه الداخليه بتاعه القلب. التونيكا ميديا اللي هي الطبقه الوسطى بتاعه القلب، والتونيكا اكسترنا اللي هي الطبقه الخارجيه بتاعه البلاد فيسل. يبقى البلاد فيسل يا جماعه عباره عن ثلاث طبقات، التونيكا انتما اللي هي الطبقه الداخليه في الوعي الفيسل اللي هو الاندوثيليوم سيل، التونيكا ميديا هي الطبقه الوسطى اللي فيها المسل، اللي فيها المسل. هي هل الوعي الدموي فيه مسل؟ ايوه، الوعي الدموي فيه عضلات عشان لما يحصل فاسو كونستريكشن، لما بينقبض او لما بينبسط اللي هو الوعاء الدموي، ضيق في الوعاء الدموي او انبساطه في الوعاء الدموي، ما هي الا حركه عضلات موجوده في التونيكا ميديا او الطبقه الوسطى. اما الطبقه الخارجيه الاوتر اللي هي التونيكا اكسترنا، والتونيكا اكسترنا دي يا جماعه بتحمل النيرف، بتحمل الاعصاب، ليه؟ بتحمل الاعصاب الخاصه بالوعاء الدموي اللي مسؤوله عن ارسال الاشارات العصبيه الى الوعاء الدموي. يبقى لو قلنا اللير سطح الهارد بتاعه البلاد فيسل تونيكا انتما، تونيكا ميديا، اند تونيكا اكسترنا. طيب هنقارن بسيط كده ما بين الارتري والفينز. هنقول ان الارتري طبعا لو قلنا ان الارتري بينقبض اصل اقوى من الفينز، ان الانقباضات في الارتري هي بتبقى اقوى من الفينز، وبالتالي فان الطبقه المسؤوله عن الانقباضات في الارتري لازم تكون اقوى من الطبقه المسؤوله عن الانقباضات في الفينز. وبالتالي فانا استطيع ان اقول ان التونيكا ميديا، ان التونيكا ميديا في الارتري بتبقى سيك عن الفينز. يبقى التونيكا في الارتري بتميز ان التونيكا ميديا از سيكر زان الفينز. ليه يا جماعه؟ علشان يحصل انقباض في الوريد، انقباض في الشريان بصوره اقوى من انقباض الوريد. يبقى الارتري الفرق بينهم ان التونيكا ميديا السيكر زي السيك من الليرز. طيب الفينز بقى هنقول اول حاجه الميدل ماسكولار ريال السينر زان الارتري،
دي اول اختلاف. يبقى انا ممكن اجيب لحضرتك مقارنه، قارن لي ما بين الشريان وورية الارتري والفينز. حضرتك هتقول لي ان الميدل لاير في الارتري السكر زان الفينز، اهي هنا الميدل لاير از السك ميدل لاير، وهنا الميدل لاير از ثين. تاني حاجه اختلاف الارتري عن الفينز حضرتك، ان الارتري في حاجه اسمها فالف. يعني ايه فالف؟ ان الارتري فيه صمامات داخل كل ان الوريد فيه صمامات داخل كل وريد حضرتك، مش موجوده في الشريان. يبقى الشريان في حاجه موجوده مش في الوريد. ايه هو الحاجه الموجوده في الشريان مش في الوريد؟ الطبقه الوسطى في الشريان اقوى منها في الوريد. طب ايه هي الحاجه اللي موجوده في الوريد مش موجوده في الشريان؟ اللي هو الفولف. كل وريد يا جماعه من داخله فيه صمامات. طيب ايه الهدف من هذه الصمامات اللي هي هيبقى سيمي ليونر فولف؟ ما هذه هدف من الصمامات؟ ان هي بتسمح بمرور الدم في الوريد في اتجاه واحد، بتسمح في مرور الدم في الوريد في اتجاه واحد. ما هو هذا الاتجاه؟ اللي هو اجينست ذا جرافيتي. بتسمح في مرور الدم في الوريد عكس اتجاه الجاذبيه الارضيه. فهقول لحضرتك الدم اللي بيرجع من مثلا من رجلك لقلبك تاني، الدم الغير مؤقت لما يرجع من رجل حضرتك لقلبك، هو كده ماشي في اتجاه الاوعيه الدمويه ولا عكس في اتجاه الجاذبيه الارضيه؟ ولا عكس اتجاه الجاذبيه الارضيه؟ عكس اتجاه الجاذبيه الارضيه. وبالتالي لازم يكون في حاجه معينه بتسمح ان الدم يمشي في عكس اتجاه الجاذبيه الارضيه عشان يرجع تاني لقلبك. يبقى ايه هي الحاجه اللي بتسمح للدم انه يمشي في عكس اتجاه الجاذبيه الارضيه؟ هي الصمامات اللي موجوده في الفينز. يبقى الفينز في ايه يا جماعه؟ في فالف، في صمامات. الصمامات دي اسمها سيمي ليونر. يعني ايه سيمي ليونر؟ شكلها شكل الهلال، ليونر يعني شكل الهلال. ووظيفتها هي بتسمح للدم بيمشي في اتجاه واحد، فهو هذا الاتجاه اللي هو اجينست ذا جرافيتي، عكس اتجاه الجاذبيه. وبالتالي هنلاحظ ان هنا ان الفينز بترانسبورت الكربون. ده تاني اختلاف. تالت اختلاف بين الارتري والفينز، ان الارتري بيكاري اوكسجينيت بلاد والفين بيكاري دي اوكسجينيت بلاد. يبقى انا لو قلت لحضرتك قارني ما بين الارتري والفينز، هتقول ان الارتري بيكاري اوكسجينيت والفينز بيكاري دي اوكسجينيت. ان الارتري السيك التونيكا ميديا سيكور زان الفينز، ان الفينز في فالف مش موجوده في الارتري. دول التلات اختلافات الجوهريه اللي ما بين الارتري والفينز. والكابيلاري وظيفتها ما هي الا الاكستشينج. يبقى وظيفه الكابيلاري في حضراتكم اللي هي بيسمح فيها الاكستشينج او بتسمح فيها عمليه التبادل. عمليه الكابيلاري هي مسوجه في الانسجه ومسؤول بيها عن عمليه التبادل. واهم حاجه في الكابيلاري حضرتك تقول لي الاكستشينج، اللي هي الوظيفه الرئيسيه للكابيلاري. طيب اخر حاجه في هذا الشابترز اللي هي قياس ضغط الدم. حضراتكم الرسمه دي بتوضح لي اللي هي الفرق ما بين اللايرز بتاع الهارت، التونيكا انتما والتونيكا تري لايرز بتاعت الهارت ازاي بنقيسهم، وبتوضح لي اخر حاجه في هذا الشابتر يا جماعه اللي هو قياس ضغط الدم. قياس ضغط الدم وهو مقصود به بلاد بريشر. يعني ايه بلاد بريشر؟ المقصود بها هو اللي هو الضغط بتاع الدم جوه الوعاء الدموي. وات ذا بلاد بريشر؟ ذا بريشر اللي هو ذا بريشر اوف ذا بلاد وذن في البلاد فيسل، هو ضغط الدم في الوعاء الدموي. مقصود به الارتري، انهي وعاء؟ ارتري ولا فينز؟ اللي هو الارتري. بيتحكم في ضغط الدم ثلاث حاجات. اول حاجه الاوتونوميك نيرفوس سيستم زي ما انا قلت لحضراتكم، اللي هو السمباثيك والبارا سمباثيك نيرفوس سيستم. وتاني حاجه الهرمونز زي الادرينالين والنور ادرينالين والرينين. وبعد كده اللي هو الاوتو ريجوليشن اللي هو الرين انجيوتنسين. يعني ممكن اقول لحضرتك ايه هي الحاجات اللي بتكنترول بتتحكم في ضغط الدم، هتقول لحضرتك ثلاث حاجات. اول حاجه نيورال اللي هي الاعصاب، اللي هو المقصود به الجهاز العصبي اللي هو الاوتونوميك نيرفوس سيستم، اللي هو السمباثيك والبارا سمباثيك. هرمونات بتتحكم في ضغط الدم بتاع حضرتك زي الادرينالين ونور ادرينالين والرينين. وبعد كده الاوتو ريجوليشن عن طريق الرينين، يعني في نظام في جسمنا الرينين انجيوتنسين ده اوتو بيخلي الوعاء الدموي نفسه هو اللي يتحكم في الضغط داخله نفسه بداخله نفسه، اللي هو الرينين انجيوتنسين سيستم. وده نظام احد الانظمه اللي في جسمنا اللي بتتحكم في ضغط الدم. طيب بعد كده في بعض الحاجات يا جماعه عن الضغط الدم.
برضو ضغط الدم بيتحكم عنده البارو ريسبتور، وهي نفس فكرة البارو ريسبتور اللي بتتحكم في ضربات القلب، زي نفس فكرة البارو ريسبتور بتتحكم في ضربات القلب. اللي هم مين يا جماعة؟ اللي هم نفس الكارديو، نفس البارو ريسبتور بتوع الهارت، هم البارو ريسبتور بتوع القلب اللي ليهم كونكشن بالسمباثيك والباراسمباثيك نيرفوس سيستم. والكيمو ريسبتورز اللي هي مقصود بيها هي عناصر كيميائيه بتتحكم في ضربات القلب برضو. طيب ايه الحاجات التانيه؟ ايه الحاجات التانيه عناصر كيميائيه بتتحكم في ضغط الدم؟ طيب لو احنا تكلمنا على البلاد فيسل بتاعنا، لو قلنا الحاجات اللي بتتحكم في ضغط الدم